أروح إلى مجموعة من الصور وأسمع رأيك أو تعليقك. نروح للصورة رقم 7. المرحوم السيد أحمد الشلبي. الله يرحمه. أحمد الشلبي أريد أقول في الشيء. أيام قبل وفاته أنا ما ملتقي وياه، يعني فترة قطيعة، مو قطيعة ما التقينا خلينا نقول. لكن أنا أتذكر ما قبل 2003 وما بعد 2003. خلينا نقول ما بعد 2003 ماكو سياسي بالمشهد السياسي العراقي، كلهم بمعنى الكلمة من الكل كل ما شاء الله، اللي صاروا رؤساء وزراء، اللي صاروا وزراء، اللي صاروا مجلس النواب، رؤساء كتل، رؤساء، ماكو واحد ما كان يقعد يتمنى يقعد وياه. هذا واحد. وماكو واحد من كل الأحزاب الدينية، الكل بمعنى الكلمة الكل. شنو المفاتيح اللي كانت مجلس على بدر على دعوة على غيره ما كان يتوسط يا أحمد يسوي له موعد مع موظف السفارة الأمريكية. هذا اللي يهملون يومية همبلة، كان يتمنون على أحمد الله يرحمه يسوونه موعد. أحمد كان بحكم حجمه وعلاقاته الكبيرة في أمريكا وبريطانيا، وهي الدول التي غيرت النظام، كان يتوددون إليه. لكنه لم يستلم مناصب، كان أشبه بالعراب. هذا صحيح، كان أشبه بالعراب وخلق مناصب. نعم. وخلق الكثير، وخلق هيئة علماء المسلمين، هذا السر ما حد يعرفه. نعم، هذا السر حقيقة ما حد يعرفه. أنا عاصرت هذه الأيام الأولى، أحمد يقول لبريمر، يقول له ما يصير الشيعة عدم مرجعية والسنة ما عدم مرجعية، هذول راح ينظلمون. أحمد شلبي يتكلم بإطار المرجعية وهو مؤسس البيت الشيعي. نعم أيضا. نعم، قبل البيت الشيعي، واتصل وطلب الاتصال بمات الله يرحمه يحسن إليه حارث الضاري، وطلب منه الاجتماع، وأجا حارث الضاري إلى بيت أحمد واتفقوا، وقال له روح أسسوا مرجعية، روحوا أسسوا مرجعية، لأن هذا البلد فيه قوة شيعية سوى قوة سنية قوة كرهية، اخلق توازن. اي طبعا انا لا اؤمن بهذا الشيء، هذا الشيء بعيد طبعاً عن افكاري، لكن هذا اللي طرحه احمد، وهذا من وراء صار شيء اسمه هيئة العلماء المسلمين. لما اصبحوا ما بحاجة لأحمد، واصبح الهوى الامريكي توافقي مع ايران، يعني الجماعة اللي الاحزاب الاسلامية صار لهم شوية دور اهم. نعم. تآمروا عليه وتعدوا عليه، ونسوا هم كانوا يتمنون يشربون القهوة يا ام احمد. بس أنا رجال توفى وأنا وياه على خلاف شديد طيب وقطيعة كبيرة، لكن هذه شهادة للتاريخ.